السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام من خلال شاشة فضائية العلاقة التربوية. أعزائنا الطلبة، طلبة الصف الخامس الأدبي، عدنا معكم في الجزء الثاني بخصوص موضوع الفصل الرابع ألا وهو الإحصاء. يشاركني في تقديم هذا الدرس الإشراف العلمي الأستاذ عبد الله عمر. الكلمة لك أستاذ عبد الله. أهلا بك أستاذ محمد، بارك الله بك وبطلبتنا الصف، طلبة الصف الخامس الأدبي في هذا الدرس الثاني من الجزء الثاني من الأحصاء. راح إن شاء الله نقدم لكم اليوم برفقة الأستاذ محمد الانتشار ومعامل ارتباط السبيرمان والانحدار إن شاء الله إن سمح الوقت. تفضل أستاذ محمد. بإذنه تعالى. شكرا أستاذ عبد الله وشكرا لجميع طلبة الأعزاء. تكلمنا في الدروس السابقة أعزاء الطلبة بخصوص مسألة كيفية إيجاد الانحراف المعيار للقيم، ثم كيفية إيجاد معامل الارتباط. زين، وأخذنا بأنواع معاملات الارتباط، إن كان معامل ارتباط يكون طردي، وإن كان عكسي، وإن كان طردي تام، وإن كان عكسي تام. واضح؟ فبخصوص هذا الموضوع اليوم ننتقل سوية بتفسير آلية الشكل الانتشاري، والشكل الانتشاري لارتباط القيمتين، وأن الشكل الانتشاري يعتبر أبسط طريقة لعرض بيانات توزيع مزدوجة، وهو عبارة عن انتشار النقاط في المستوي X و Y التي إحداثيها السيني تمثل القيمة X، وإحداثيها الصادي تمثل القيمة Y. ومن خلال الشكل الانتشاري يمكن تكوين فكرة جيدة عما إذا كان المتغيرين مرتبطين أم غير ذلك. فإذا لاحظنا أن نقاط الشكل الانتشاري متقاربة مع بعضها، فإننا نتوقع في هذه الحالة وجود ارتباط جيد بين المتغيرين. أما إذا كانت النقاط متباعدة كثيراً، فإننا نتوقع أن الارتباط بينهما ضعيف. وكذلك من خلال الشكل يمكن استنتاج نوع الارتباط فيما إذا كان سالب أو موجب، وتضعف العلاقة أي تنخفض قيمة معامل الارتباط كلما ازداد الانتشار. هذا ما يتعلق كيفية رسم شكل هندسي يبين العلاقة بين الاكس والواي بخصوص المستوي الاحداثي. زين، راح نجي ناخذ رسومات توضح آلية ارتباط المتغيرين الاكس والواي. ومثلا لو تلاحظ الشكل الموضح امامك، الشكل الاول وهو يشير الى علاقة بين المتغيرين، لو تلاحظ هنا يشير الى العلاقة اكس، وهنا يشير الى العلاقة واي. وماذا يشير العلاقة بينهما؟ لو تلاحظ عزيز الطالب، السهم مستمر في زيادة، فهو يكون أو تكون هذه العلاقة بعلاقة طردي موجب، طردي موجب، وبآلية لو تلاحظ هنا الإشارة موجبة بآلية ارتباط بين المتغيرين الأكس والواي. زين، لو اجينا وأخذنا مثلا شكل آخر، الشكل الآخر لو تلاحظه وهو يشير إلى طردي عكسي سالب، عكسي سالب. وما السبب لعكسي سالب؟ هنا المتغير X، هنا المتغير Y لو تلاحظ. إذن هنا لو ألاحظ ارتباط الإشارات من خلال المستوى الإحداثي للمتغيرين الـ X والـ Y والعلاقة بين المتغيرين، لو تلاحظ وهي مشيرة على أنه علاقة عكسي سالب في زيادة قيم، من هو قيم اكس في زيادة قيم اكس، فيكون العلاقة علاقة عكسي سالب. زين، لو اخذنا رسم اخر، الرسم الاخر ماذا يوضح؟ واحنا يبقى هنا المتغير منه، هذا يشير للمتغير او للحالة اكس، وهنا يشير الى الحالة واي او القيمة واي. هنا لو نلاحظ عزيز الطالب، هذا الخط يمثل خط ارتباط بين المتغير X والY، وهنا سوف يكون معامل الارتباط هو طردي تام، يعني بزيادة قيمة X تكون نفس الزيادة لقيمة Y. واضح؟ أحسنت أستاذ محمد. هي أهم شيء نأكد هاي
احنا من اخذنا معامل الارتباط وضحنا بالدرس السابق طالبنا انه معامل الارتباط يدرس العلاقة بين ظهرتين، اما تكون زيادة احدهما يؤدي الى زيادة الاخر وهو يمثلها الرسم الاول. شوف نعم. كل ما اتجهت بقيمة اكس صار محمد بالتأكيد قيمة واي شلون رسم التوي كل ما اتجهنا بقيمة اكس تتحكي بالكلام بالرسم الاول نعم بالرسم الاول نعم. قيمة واي تصعد بالتأكيد احسنت الظاهرة اكس مع الظاهرة واي في تصاعد، بينما الرسم الثاني وهي الحالة الثانية اللي قلنا عليها انه زيادة احد القيم او الظواهر تؤدي الى نقصان في الظاهرة الاخرى. شوف قيم اكس على المحور انت تعرف خط الاعداد كل ما نتجه اليمين يزداد، بينما شوف قيم واي يعني اللي يمثلها المستقيم العمودي بزيادة قيمة اكس نقصان قيمة الواي. احسنت بزيادة قيمة الاكس نقصان قيمة الواي. ظل مدى الارتباط تام او غير تام استاذ شوف هنا سوف يكون عكسي. نعم عكسي سالم يعني بزيادة الاكس نقصان الواي. الرسم الثالث استاذ شنو فرقه؟ نعم انه القيم المستقيم يمر بكل القيم، معناته الارتباط بين الظاهره اكس والظاهره واي طرديه تامه، بينما لو نلاحظ الرسمين في الاعلى سواء طردي موجب او عكسي نشوف اكو قيم خارج المستقيم، المستقيم يمر بقيم بين اكو قيم على جنبيه من الاعلى والاسفل، معناته اما طردي تام طردي موجب وليس تام أو عكسي سالب الإشارة تشير إلى القيم يعني. نعم بالضبط واضح؟ نعم زين هذا بخصوص الرسم الثالث. زين عفوا شوية نجي هنا بخصوص الرسم الثالث كذلك مسألة الرسم الرابع. نعم الرسم الرابع اللي هنا ما يشير اللي هو عكسي تام عكسي تام، فكان عكسي تام أي بمعنى بزيادة قيم الظاهرة X سوف يؤدي إلى نقصان الظاهرة Y، ولو نلاحظ هناك ارتباط نعم بجميع القيم بشكل عكسي وليكون معامل ارتباطه سالب واحد. كذلك ما يتعلق بالنسبة للرسم الثالث خلينا نكبر الرسم الثالث نا كبرنا الرسم الثالث لو نلاحظ لا يوجد ارتباط بين الظاهرتين الظاهرة X والظاهرة Y لا وجود علاقة. نعم ولهذا راح تشوف القيم شبيهة انتشار غير منتظم. نعم. بين الظاهرتين اللي هو الاكس والواي وهكذا. يعني استاذ محمد توضيح لهاي الظاهره يعني هسه لو اقول لك ارسم لي مستقيم يشمل لي اغلب القيم ما او اغلب النقط ما راح تحصل على مستقيم لا بالاتجاه الطردي ولا بالاتجاه العكسي، فانتشار القيم غير منتظم فلا يوجد ارتباط. لا يوجد ارتباط وهذا ما وضحناه من خلال انتشار القيم ومعرفة نوع الارتباط من خلال الشكل الهندسي الموضح في المستوى الإحداثي X و Y والذي يربط بين الظاهرتين ألا وهي ظاهرة X والظاهرة Y. ننتقل المن نأخذ موضوع اللي هو كيفية إيجاد معامل ارتباط سبيرمان الرتبي. أوكي زين وهنا نبي قيد بمعامل ارتباط سبيرمان راح نوضحه أعزائي الطلبة، وهنا حنوضح كيفية استخدام ارتباط سبيرمان. لو أراد باحث قياس التكيف الاجتماعي للطلاب قد لا يستطيع ذلك وقد لا يجد ما يمكنه قياس مثل هذه المتغيرات. زين ففي هذه الحالة يمكن قياس المتغير بمقياس رتبي، كان يستطيع الباحث استطلاع آراء عدد من المعلمين. كأن عفوا نعم كأن يستطيع الباحث بالتأكيد كأن يستطيع الباحث استطلاع آراء عدد من المعلمين أو ممن لهم صلة بأفراد العينة، وهذا ما راح نحتاجه يعني لكي يصنفوا أفراد العينة رتبيا على ذلك المتغير فيقال أن A أكثر تكيفا من B وهذا أكثر تكيفا من C، إذن أصبح هناك ترتيب يعني بمعنى الاي كانت تعطى بالمرتبة الأولى وبي تعطى في المرتبة الثانية وهكذا وبنفس الترتيب وسي تعطى المرتبة الثالثة، كما يمكن ترتيب نفس أفراد العينة على متغير أو آخر غير التكيف الاجتماعي واضح كأن يكون الاتجاه نحو الدراسة وهكذا بشكل كامل، وقد يرمز لإكس للمتغير الأول وواي للمتغير الثاني، فإذا أراد الباحث التعرف على العلاقة الموجودة بين إكس وواي وهما متغيران رتبيا
فإنه سوف يستخدم ماذا سوف يستخدم؟ سوف يستخدم قانون معامل أو قانون سبيرمان. كيفية استخدام قانون سبيرمان وكيفية إيجاد قيمة معامل سبيرمان، رح نأخذ الخطوات بشكل مفصل أعزائي الطلبة. ولحساب قيمة معامل ارتباط السبيرمان نتبع الخطوات التالية. شنو اللي نحتاجه؟ دير بالك هنا، لأن احنا ذكرنا على أنه نستخدم قانون سبيرمان الرتبي، هذا من خلال التعريفة اللي هو الرتبي. إذا نحتاج ترتيب الظاهرة الواحدة، ترتيبه هنا راح يكون الترتيب أما تصاعدي أو ترتيب تنازلي. زين، لو أخذنا نرتب كلا المتغيرين X و Y تصاعديا أو تنازليا، هذا واحد. اثنين، تحديد الرتب، تحديد الرتب التي تقابل كل قيمة من هذه القيم، تحديد الرتب التي تقابل كل قيمة من هذه القيم. ثلاثة، في حالة اشتراك، هنا أريدك تنتبه، في حالة اشتراك أكثر من قيمة في مرتبة واحدة، تحدد المراتب الجديدة من خلال إيجاد متوسطها في متوسط الحساب، يعني بمعنى مجموع القيمتين مقسوم على اثنين، مجموع القيمتين مقسوما على اثنين، هذا إن كان وجود الظاهرة مكررة بنفس القيمة. فإذا نرتب، لكن كيفية إيجاد حسابها سوف نأخذ متوسطها الحسابي بشكل كامل. أربعة، حساب الفروق بين رتب كلا المتغيرين الاكس والواي، حساب الفروق بين رتب كلا المتغيرين الاكس والواي. خمسة، حساب مربع الفروق بين المتغيرين، وهذا مثل ما أخذناه بالدرس السابق كيفية إيجاد معامل الارتباط. تطبيق قانون معامل الارتباط لسبيرمان، شلون راح يكون آلية قانون معامل ارتباط سبيرمان لو تلاحظه أمامك، واللي هو R يساوي 1 ناقص 6 summation، أي بمعنى جمع D تربيع I مقسوم على N مضروب بN تربيع ناقص 1. نجي نوضح شنو N شنو D شنو تفصيل هذا القانون لو تلاحظ. راح يكون تفصيل للقانون اللي هو بالشكل الآتي عز الطالب، وهو الR، وهذا ما مطلوب بالسؤال، اللي يمثل معامل ارتباط سبيرمان. زين، D شنو؟ هنا دير بالك اللي احتاجه، ولا احتاج المربع مالتها وثم مجموع مربعات قيم الدي. قال استاذ الدي هي رتب اكس ناقص رتب واي، ولو اريد نعرفه هو الفرق بين رتب كلا المتغيرين، يعني دي حيكون اللي هو رتب اكس ناقص رتب واي، اما دي تربيع هو مربع الفرق بين المتغيرين، أما N وهو يمثل عدد أزواج البيانات. هذا ما يتعلق عزيز الطالب بخصوص إيجاد معامل ارتباط سبيرمان، أوكي، وكيفية إيجاده. ورح ننتقل الآن وياك برحلة، وهو كيفية إيجاد معامل سبيرمان بمثال توضيح. زين أستاذ عبد الله، هل لديك أي ملاحظة لو ننتقل برحلة لل ارتباط معامل ارتباط سبيرمان؟ حلو، ما بيشكال، حلو إن شاء الله. جيد ان شاء الله، وان شاء الله يكون ركزت على الترتيب لبقيه الطلاب بشكل كامل. زين، ولا حروح اعزائي الطلبه، مثلا هنا السؤال، هنا السؤال، وهنا عندنا مثال توضيحي. يلا يا صبورتنا. جيد، يقول كانت تقديرات 6 او 6 الطلاب في مادة الإحصاء والرياضيات كما يلي: أولاً تقدير درجة الإحصاء، ركز وياي هنا، سوف يمثل تقدير درجة الإحصاء راح نمثله وكأنه بالظاهرة X، وتقدير درجة الرياضيات بالظاهرة Y. زين، كانت التقديرات وهو جيد، متوسط، ضعيف، مقبول، جيد جداً، ممتاز. وبالتأكيد لو ردت ترتب إن كان ترتيبك تصاعدي أو تنازلي، وهنا في إيجاد معامل ارتباط سبيرمان هنا شرط الترتيب، وسمي بقانون سبيرمان الرتبي. زين، لو تلاحظ التقييمات بشكل كامل
بدأ التقييمات ليست مرتبة، جيد، متوسط، ضعيف، مقبول، جيد جدا، ممتاز. لكن لو سألتك أعلى رتبة وأعلى كلمة للاجتهاد لو كان المدرس الذي يطلقها لك، ماذا يقول لك؟ يقول لك أنت طالب ممتاز. ومن ذكر ممتاز أي بمعنى هي أعلى تقييم لآلية الطالب. لكن لو قال لك أنت طالب ضعيف، فالضعيف كانت في الترتيب الأسفل. فهنا ما مطلوب من عندنا أعزاء الطلبة أما الترتيب تصاعدي أو الترتيب تنازلي، فيجب عليك الترتيب. هذا ما يخص الظاهرة X واللي هو ما تخص بالنسبة لدرجة الإحصاء. أما تقدير درجة الرياضيات فكانت متوسط، جيد، مقبول، ضعيف، ممتاز، جيد جدا. جد معامل الارتباط البسيط بين تقدير الطالب في امتحان الإحصاء وتقديره في امتحان الرياضيات. وإن شاء الله جميع طلبتنا الأعزاء يكون أو يكونون يحملون التقدير الممتاز بإذنه تعالى. زين، ولا حنروح أول خطوة نذهب للترتيب. أول خطوة نذهب لآلية الترتيب. فهنا نبدأ بترتيب التقديرات وضغ ترتيب تصاعدي أو تنازلي. فاعتبرنا الظاهرة X هذا ما تكلمنا عنه اللي هو مادة الإحصاء، فبالتأكيد ضعيف كانت بالمرتبة الأولى، وهنا رتبنا ترتيب تصاعدي. مقبول كانت بالترتيب الثاني. متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز. وأما الظاهرة Y أيضا إعادة ترتيبها، فالضعيف ثم المقبول ثم الجيد، ثم الممتاز، المتوسط ثم الجيد ثم الجيد جدا، وآخرا نختم بكلمة الممتاز. ضعيف، مقبول، متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز. نفس الترتيب لو ألاحظ هنا كانت ترتيبها الأول، الثاني، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس. ثم تعود لتخصيص هذه الرتب والتقديرات الأصلية كما موضح الروح. نكتب آلية الجدول بشكل كامل عزيزي الطالب. جينا سوينا الجدول، لو تلاحظ أريد من عندك ركز وياي، هذا التسلسل أنا سويته اللي هو التسلسل لآلية تسلسل الظاهرة واللي هو 1 2 3 4 5 6. فهنا كان لدينا 6 تسلسلات، واضح؟ 6 تسلسلات. هنا الظاهرة X، هنا الظاهرة Y، ركز وياي، هنا الظاهرة X، هنا الظاهرة Y. الظاهرة X عزيزي الطالب كانت نزلتها كما هي، فبديت بيش؟ جيد، متوسط، ضعيف، مقبول، جيد جدا، ممتاز. لاحظت؟ نزلت بدون ترتيب يعني استاذ. بدون ترتيب. نعم، نعم استاذ. قيمة X نفسها. نعم. أنا الترتيب وين؟ هذا رتب X، هذا رتب واي، واضح عزيزي الطالب؟ كانت وكذلك بالنسبة للواي نزلتها بيش؟ كما هي، متوسط، جيد، لو تلاحظ، مقبول، ضعيف، ممتاز، جيد جدا. أيضا نزلت الظاهرة X الظاهرة Y بشكل كامل. زين، لو ألاحظ هنا رتب X أي بمعنى ترتيب X، لو ألاحظ الجيد هنا بالنسبة لي للظاهرة أنا اللي عديتها حسب الترتيب تسلسل واحد، هنا رتب X الجيد وين موقعها بالنسبة للترتيب التصاعدي؟ بالنسبة للترتيب التصاعدي للظاهرة X، قال أستاذ هنا الظاهرة X الجيد كان ترتيبه هو الرابع. الجيد كان ترتيبه هو الرابع. زين، أما المتوسط وبعدني بالظاهرة منه؟ بالظاهرة X. أما المتوسط كان تسلسله أو ترتيبه هو شنو؟ هو الثالث، كتبت 3 مقابيلة. زين، أما الضعيف وين كان ترتيبه؟ بالتأكيد راح تجاوبني تقول الأستاذ كان الترتيب الأول في الظاهرة X. أما المقبول كان هو واقع في الظاهرة أو في الترتيب الثاني. بقى عندي منه؟ بقى عندي الجيد جدا واللي هو يحمل الترتيب 5، والممتاز هو الترتيب 6. هذا رتب منه؟ هذا ترتيب X حسب الترتيب التصاعدي عزيز الطالب. شوية ركز وياي بآلية الأرقام، هذا حسب ترتيب التصاعدي للظاهرة X. نفس العمل أذهب
واشتغل الظاهره واي. يعني انا نزلت ترتيب الواي اللي هو ماده الرياضيات، قال استاذ المتوسط وين ترتيبها؟ ركز وياي، هنا رتب منه رتب الواي. المتوسط وين موقعها من ترتيب الواي؟ قال استاذ اجعل واي. قال انا شحتاج متوسط هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثة، اذن المتوسط هو الترتيب الثالث، نزلت ثلاثة. زين الجيد وين ترتيبه؟ اذهب ايضا للجدول، واحد اثنين ثلاثة اربعة، اذن يا حقل. قال استاذ الترتيب الرابع، كتبت اربعة مقابيلة. زين المقبول هو بنفس الطريقة الترتيب الثاني، الضعيف هو الترتيب الأول، الممتاز هو الترتيب السادس، والجيد جدا هو بالتأكيد كان الترتيب الخامس. لو تلاحظ هنا الأول الثاني، دا أحكي دا أتكلم للظاهرة واي، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الجيد جدا إذن هو شنو؟ هو الخامس. هسه وين أروح؟ رتبت شوي، أحتاج من عندك دقة وما تستعجب بالأرقام. هسه أروح لإيجاد قيمة ديفرنس اللي هو دي، وهو رتب اكس ناقصا رتب واي، رتب اكس ناقصا رتب واي، يعني أربعة ناقصا ثلاثة، قال استاذ واحد، ثلاثة ناقصا أربعة سالب واحد، عافية عليك، واحد ناقصا اثنين قال استاذ سالب واحد، وهكذا بتكملة بقية القيم. وهنا كذلك ستة ناقصا خمسة واحد. زين دي تربيع، قال استاذ دي تربيع مربع القيم، مربعات القيم كلها واحد بين واحد بين سالب واحد، فمربعات هذه القيم سوف يكون الناتج جميعها تحمل العدد واحد. زين مجموعها كان ايش قد؟ كان الناتج هو عندي قيمته ستة. زين وين اروح هسه حاليا؟ قال استاذ هسه حاليا نجي لتطبيق القانون. يعني اتوقع الموضوع كان سهل. صار عبد الله كان اي مداخله لو اكمل القانون؟ لا ان شاء الله ما عندنا اي شيء، بس الفرق سبيرمان عن بيرسون، عن بيرسون انه دا تلاحظ انا خليت هاي الملاحظه على ما يكمل المثال استاذ محمد، انه سبيرمان يهتم بالبيانات الوصفيه او اللفظيه او حتى تمر نوباته بالحياه، احيانا توزع عليك او تمر بيك استبانات، اوافق اوافق قليلا، اوافق بشده احيانا غالبا وهكذا. نعم نعم استاذ. اذا نذهب لايجاد القيم، عوضنا القانون عزيزي الطالب، بقى عليك انا اريد من عندك فقط بتعويض القيم وما تحتاجه بالنسبه لاليه القانون. جينا عوضنا القيمه اللي هو واحد ناقصا واحد، لو تلاحظ ناقصا هنا الستة تنزل، مجموع قيم مربع قيمة الدي اللي هو ستة، واضح، مقسوما على الان بالتأكيد عدد الرتب وعدد التسلسل اللي هو كان ستة، وستة مضروبا بان تربيع ستة وثلاثين ناقصا واحد، ستة وثلاثين ناقصا واحد كان خمسة وثلاثين، وهنا عملية حسابية وجود اختصار وتبسيط، ستة مع الستة كان واحد ناقصا ستة على خمسة وثلاثين، عملية علاقة رياضية، كان معامل الارتباط طردي قوي. قال استاذ ليش طردي قوي؟ شلون كان طردي قوي؟ أنا بلغتك سابقا بملاحظة في الدرس السابق، إن كان معامل الارتباط هو أكبر من 0.75 هو بالتأكيد سوف يكون معامل ارتباط قوي، واضح؟ إذن هنا بما أنه قيمته 0.82% فبالتأكيد هي أكبر من 0.75، إذن سوف يكون معامل ارتباط طردي قوي. زين ولا حروح، خلوا نروح لمثال آخر. زين مثالنا الآخر، مثالنا الآخر وهو بدل مو إحصاء ورياضيات قام يشتغل وياي بالأرقام رقمي. نعم وليس أوكي وصف. نعم فهنا بالحالة عزيز الطالب إيش ذكر لي بالسؤال؟ احسب معامل ارتباط بين رتبة النجاح لإكس والدخل الشهري لواي لعائلة، والإكس رتبة النجاح وهنا 80 94 92 66 71 60، ملزم أنت عزيز الطالب بآلية الترتيب لأن أشتغل بمعامل ارتباط سبيرمان، إذا ملزم
بالترتيب اذا نرتبها، لو لاحظ ما عندي قيم متشابهه اذا ما عندي مشكله. اول قيمه اللي راح تاخذ القيمه بالتاكيد 60 ثم 66 ثم 71 ثم 80 ثم 92 وانتهي بالعدد 94. اما للظاهره واي لو الاحظ 700 350 700 هنا أنا اوقف تبوي، هناك تكرار في القيم 400 550 820. شو راح اتعامل وياها؟ اولا ملزم بالترتيب ان كان ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي، لكن راح نعتمد على الترتيب التصاعدي. فهنا لو الاحظ راح تبدا بايش؟ باصغر قيمه واللي هي 350، واضح؟ ثم 400، ثم يعني هنا طيرناها هنا طيرناها، ثم 550، ثم هاي طيرناها 700 وانتهي بالعدد 820. هل قيمتين متشابهه؟ انا ملزم اوجد لها شنو هو المتوسط الحسابي، يعني مجموع القيمتين مقسوما على شنو؟ مقسوما على 2. مجموع انتبه. رتبتي القيمتين. نعم، مجموع رتبتي القيمتين مقسوما على 2 حتى اخذ لها المتوسط لها. زين، اول خطوه وين اروح؟ اروح مثل ما وضحنا نرتب، وهذا ما نوهنا عليه. رتبنا الظاهره اكس، رتبنا الظاهره واي، ووجدنا للقيمتان اللي هو متوسطها واللي كان عندي قيمتي وهو 700. لو تلاحظ هنا ركز وياي، راح يكون عندي شنو؟ مجموع رتبتي مقسوما على شقد؟ مجموع مقسوما على 2 عفوا. فال700 بعد الترتيب كانت في المرتبه الرابعه، وال700 الثانيه كانت في المرتبه الخامسه، فراح يكون 4 + 5 مقسوما على شنو؟ مقسوما على 2، اذا راح يكون متوسط الرتب اللي هو 4.5. هسه وين اروح؟ اروح اكون الجدول مالتي. الجدول مالتي انزله مثل ما اعطاني في السؤال، وانت سوي لي ترتيب 1 2 3 4 5، ما ادري ايش كم قيمه كانت عندنا، 6 قيم، واضح؟ واللي هي انزلن كما اعطانيان في السؤال، وهذا بالتاكيد في الحقل الاول. اجيت سويت نفس الكلام مالتي، نزلت الترتيب للظواهر الستة، يعني أنا كتبت تسلسل 1 2 3 4 5 6. زين، نزلت القيم أكس مثل ما أعطيت في السؤال، مثل ما أعطيت في السؤال 80 94 92، نزلتها كما في السؤال. كذلك بالنسبة لمن؟ للظاهرة واي، نزلت مثلها. هسه أروح على اليمن، أعتمد على ضوء ترتيب الترتيب اللي انا وجدته، اوجد رتب اكس واوجد رتب واي. يعني من بعد ما رتبت تصاعدي او تنازلي راح تكتب، راح تقول استاذ 80 وين وقعت؟ حسب الترتيب هي وقعت في الرتبه الرابعه، اذا اكتب ترتيب الظاهره 80 اللي هو اكس كان 4. زين 94 كانت 94 لو الاحظ في الترتيب السادس 6. 92 لو ألاحظ كانت في الترتيب الخامس. زين 66 كانت في الترتيب الثاني، واضح عز الطالب؟ 71 في الترتيب الثالث. بنفس الآلية نفس العمل أريدك تشتغل لقيم منه؟ قيم واي. قال استاذ زين 700 وين؟ قال استاذ أنا عندي 2، عندي وحدة هنا وحدة هنا. أنا قلت لك نوهت على أنه تعتمد على الترتيب، وبما أنه وجود قيمتين أنت وجدت شنو؟ متوسط رتب القيمتين. يعني وهنا القيمة الأولى كانت في الرتبة الرابعة والثانية في الرتبة الخامسة، فأربعة زائدا خمسة كان الجواب مقسوما على 2 كان الجواب اللي هو 4.5. زين، فإذا كتبت مكان قيمة منه؟ قيمة 700 4.5. وين ما راح أشوف 700 أيضا أكتب مقابلها 4.5. زين 360 قال استاذ 350 في الترتيب الاول 1، 400 في الترتيب الثاني، واضح؟ وهكذا ببقيه الترتيب. زين هسه وين اروح؟ لايجاد دي، وهو الفرق بين رتبتي الاكس والواي، الفرق بين رتبتي الاكس والواي. اذا كان عندي 4 ناقص 4.5
كان 0.56 ناقص 1.5 وعملية رياضية بعد ذلك أذهب لإيجاد مربع هذه القيم وبعد ذلك أوجد مجموعهم اللي هو 50.5. وأنا أروح بعد ولا أسهل أذهب لتطبيق القانون أعزاء الطلبة وتطبيق للقانون بشكل كامل وبشكل مفصل. زين وين أروح؟ أتمنى إن كان المخرج يشوف الوقت المتبقي شقد عندنا وقت ما عندنا وقت. زين هنا جينا عوضنا بآلية المعامل ارتباط سبيرمان، فكان عندي واحد ناقصين عملية رياضية 6 مضروبا بحواصل حاصل جمع مربعات القيم اللي هو دي تربيع واللي كان 50 مربعات الفرق، نعم مربعات الفرق عفوا اللي هو 50.5. الان انا عندي اللي هو ما انساها 6، فالان هنا 6 ان تربيع 36 ناقص 1. زين اريد من عندك رياضيات عزيز الطالب، ايش كان الجواب؟ 1 ناقص 6 نزلتها مجموع مربعات الفرق اللي هو 50.5 مقسوم على 6 مضروب 36 ناقص 1. 6 مع 6 زين 36 ناقص 1 35. عمليات حسابية قسمت المقدارين ثم من بعد ذلك 1 ناقص 50.5 على 35 كان الجواب عندي اللي هو سالب 0.44، وبالتأكيد معامل ارتباط عكسي واللي هو سالب 0.44 وكان بالتأكيد أقل من 0.5. إذن فسوف يكون معامل ارتباط هو معامل ارتباط عكسي. سيد عبد الله إن كان أكو فد ملاحظة مداخلة ننتقل على الانحدار إن شاء الله ضمن الوقت المتبقي إن شاء الله، حتى إن شاء الله نستوفي المادة بشكل كامل وبشكل مفصل، وإن شاء الله نرفد جميع طلبتنا الأعزاء بالمعلومات الكافية والوافية، ونتكلم بالخصوص اليوم بخصوص طلبة الصف الخامس الأدبي. موضوعنا ألا وهو الانحدار. الانحدار أعزاء الطلبة شوية خلينا نكبر الكتابة حتى نفهم موضوع الانحدار بشكل مفصل. هنا أعزاء الطلبة الانحدار وهو التنبؤ بقيمة متغير معين من معرفة قيمة متغير آخر، واضح؟ إذن التنبؤ الانحدار هو تنبؤ بقيمة متغير معين من معرفة قيمة متغير آخر. فمثلا يمكننا استخدام الانحدار للتنبؤ بمقدار الدخل القومي للحالة أو للصفة واي من معرفة مقدار الانتاج الزراعي أو الصناعي المن لإكس لسنة معينة. وكذلك يمكننا استخدام نفس الأسلوب للتنبؤ بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في الامتحان الوزاري للعام واي ومن معرفة درجاته في الامتحان المدرسي، وبهذا على أنه نستطيع التنبؤ أي إن كان الطالب بالتأكيد درجاته في المدرسة من المتفوقين فبالتأكيد سوف يكون درجته في الامتحان الوزاري أيضا هي من الدرجات العالية. إذن بقيمة الواي في ضوء معرفة قيمة المتغير اكس باستخدام الانحدار. زين وين نروح؟ بشكل كامل وبشكل عام خلينا نكبر آلية الكتابة الثانية إن كان نحتاج منها شيء آخر، ولأجل التنبؤ بمقدار القيم الخاصة المتغير معين معرفة قيمة أخرى لإعادة أبسط آخر يستخدم عادة أبسط صورة أبسط الصورة الرياضية وهي الصورة الخطية وتمثل بالمعادلة العامة للخط المستقيم، وهذا القيمة وهذه المعادلة لإيجاد انحدار قيمة الواي وتساوي بي اكس زائدا اي، وتعني هذه المعادلة إيجاد قيمة واي المتوقعة والعلامة فوق الواي تدل على أن القيمة متوقعة أو تقديرية وتساوي قيمة الاكس مضروبة في ثابت معين وهو بي مضافا إليها ثابت آخر وهو اي، كما في ملاحظة أن المعادلة تحتاج إلى التعرف على ثلاث قيم الاكس والاي والبي لكي نستطيع التنبؤ بقيمة الواي.
ومن تلك المعادلة ينبغي التعرف على خط الانحدار وهكذا. زين، أنا اللي أريده عزيز الطالب موضوع شون أنا أوجد وأحصل على قيمة البي، راح أحصل على قيمة البي من خلال القانون الآتي اللي موضح أمامك. هذا أستنتج من خلال قيمة الأي وقيمة البي. زين، ولا هنروح، خلي نذهب لنأخذ سؤال عزاء الطلبة، وعفوا بس من باب التوضيح، نعم، حتى أنا أوجد انحدار قيمة الأكس أحتاج أوجد قيمة البي، أحتاج أوجد قيمة الأي، وهذا عزيز الطالب، ثم ونحسب قيمة الأي حيث يمثل أي واي بار الوسط الحسابي القيم المتغير واي، وتمثل اكس بار الوسط الحسابي المتغير اكس، ويمكن كتابة الاي بهذا الشكل. زين، وين حنروح؟ لحنروح لآلية مثال توضيحي يعين او يمثل كيفية ايجاد الانحدار بخصوص مثال توضيحي مفصل. زين، سؤالنا اللي ذكر به بآلية السؤال عينة تتألف من 7 أفراد وكانت نتائجهم كما يلي. لو تلاحظ أعطاني الظاهرة X وأعطاني قيم الظاهرة Y، وذكر لي بالسؤال احسب معادلة انحدار Y على X. زين، شلون أنا أوجد معادلة انحدار Y على X؟ أولا بمعنى نريد التنبؤ بقيمة الY، أي درجات اختيار للأفراد، اختبار الاختبار للأفراد في الاختبار الثاني من معرفة درجات الاختبار الأول المن لإكس. إذن هنا أعطاني قيم لإكس وأيضا أعطاني قيم لواي، فكيفية إيجاد التنبؤ؟ لو ألاحظ عزيز الطالب، نأجد الظاهرة إكس نزلت القيم كما هي مثل ما معطى عندي بآلية السؤال، فهنا كان عندي شقد، هنا آلية المجموع، عفوا طلابنا عيني، هنا آلية الجمع 12 11 5 10 13 و13 وأيضا 12، أما هنا آلية جمع الظاهرة X. زين، Y بنفس الطريقة، ونزلت الظاهرة Y بنفس الطريقة، أنهيت بديت من 11 إلى شنو؟ إلى 12، وكان الحقل الأخير يمثل جمع الظاهرة Y. زين، هنا X في Y عملية حسابية وعملية ضرب 12 في 11 كان 11 في 14 كان الجواب، يعني هذا الحقل يمثل حاصل ضرب X في Y، أما الحقل الأخير أي بمعنى حاصل جمع جمع الظاهرة X في الظاهرة Y. زين، أما X تربيع أي بمعنى الظاهرة X تربيع 12 تربيع 144 11 تربيع 121، وأنهي بآلية مربع الظاهرة X مجموعها 872. زين، هسه أنا هنا الجدول على أنه أنا ركز وياي شوية، طلابنا شوية الموضوع يعني يحتاج بآلية تفصيل، أنا نزلت الجدول اللي احتاجيته، ركز وياي، من هو؟ 872 992 90 و76. وين لحروح؟ لحروح أذهب، عفوا أذهب، مضبوط، أذهب لمن؟ أذهب لإيجاد، عفوا لإيجاد الحل. أولا أوجد قيمة البي. زين، كيفية إيجاد قيمة البي؟ إيجاد قيمة البي عزيز الطالب، ومثل ما موضح أمامك بالنسبة للقانون، كل ما أحتاجه موجود عندي بالجدول، وأني لو ألاحظ شوية وياك الجدول جيت، احنا مستاذنا هنا شوية عندنا هذا الموضوع يعني يحتاج تفصيل، فما تكفي ورقة واحدة، لكن اضطريت أنه أجزأ بآلية صفحتين. هنا مثلا لو أجيت هذا السؤال، كل ما احتاجته أنا نزلته، قال جيت عوضت بالقانون، عوضت عن N، وآن الN مالتي اللي هي لو ألاحظ 1 2 3 4 5 6 7 7 قيم، إذا نزل السبعة مجموع حاصل ضرب XI في YI، XI في YI 922 نزلتها 92 ناقص 992 مجموع مجموع قيم X، قيم X 76 76 نزلتها مضروبا في مجموع قيم Y واللي هو 90 مقسوم على N نزلتها اللي هي 7 مضروب في مجموع قيم
اكس تربيع اللي هو 872 ناقصا مجموع، لاحظ وياي اللي هو مربع مجموع اكس اي اللي هو كان ايش قد؟ كان 76 الكل تربيع. عمليات حسابيه عزيز الطالب، وكان الجواب عندك اللي هو لو تلاحظه وتشاهده بالارقام 104 مقسوما على 328 كان 0.32. زين هسه وجدت قيمه البي، وين اروح؟ احتاج قيمه الاي، وهو مجموع الظاهره واي اي على ان، مجموع يعني 90 مقسوما على 7 ناقصا قيمه البي، انا وجدتها مضروب في حاصل جمع الظاهره اكس على ان، وهذا لو تلاحظوا من خلال عمليه حسابيه وجدت قيمه منه، وجدت قيمه اي. بس خلينا نقول استاذ محمد، نعم، بعد السالب مباشره. عفوا وين استاذ؟ هنا قصدك السالب العمليه الرياضيه. نعم عفوا هذا ما يتعلق بالنسبه لمن؟ بالنسبه لي وجدت قيمه اي، وين اروح؟ هسه ما احتاج عزيز الطالب اللي هو بالشكل الاتي، بالشكل الاتي اللي اريده من عندك. هسه ازغر شويه حتى لان عندنا حل جاهز هنا. هذا فهمنا اليه ما نحتاجه من الجدول، كل ما نحتاجه من الجدول المفروض كان موجود عندنا. وين اروح؟ انزل اليه ما احتاجه بالنسبه لتكمله الجواب بشكل كامل. زين وين اروح؟ خل انزل بقيه الجواب. هنا نزلنا بقيه الجواب بشكل كامل عزيز الطالب. لو الاحظ الواي هسه هنا ما احتاجه، الواي هو بي في اكس زائدا اي، هو انا الارض اوجده القيمه المتوقعه استاذ محمد. القيمه المتوقعه، نعم، بي اكس زائدا اي. قال استاذ البي مالتي انا وجدتها، زين الاكس هنا راح تاخذ عده احتمالات زائدا شنو؟ زائدا اي، وقيمه الاي اللي انا وجدتها ايضا 9.38. اذا عندما تكون قيمه الاكس مثلا 5 كما هو الحال بالنسبه للفرد الثالث، فإن درجته المتوقعة راح تكون عندي ايش قد؟ كمثال راح تكون 10.98. إذا راح تكون النقطة من هو؟ قيمة الإكس مالتي 5، القيمة المتوقعة هو ايش قد؟ هو 10.98. أو عندما تكون قيمة الإكس مساوية إلى 10 بالنسبة للفرد الرابع، راح تكون القيمة المتوقعة اللي هو بتطبيق نفس القانون بتغير قيم منه، بتغير قيم اكس، ولو عوضت عملية حسابية كان القيمة اللي هو 12.58، ولأجل الرسم وهذا ما يتعلق بالقيمة المتوقعة. سأل عبد الله يمكن بلغونا بوجود دقيقة واحدة إن شاء الله. هذا بآلية التفصيل الرسم التوضيحي بشكل كامل. ننطي واجب استاذ عبد الله لطلبتنا الاعزاء، كيفك ننطي واجب بس يعني انا ارجع استاذ على المثال بلا زحمة. نعم استاذ ال 12.58 خلي يتاكد منها الطالب النتيجه، قد تكون 5.8 12.85 بالواي استاذ محمد، الواي الفوق فوق الرسم مباشره. قصدك باليه الرسم؟ نعم هنا وبالناتج هذا. اوكي اي خلي يتاكد منها الطالب. أوكي. ان شاء الله نرجو التاكد من اليه العمليه، بس اتوقع كان الجواب صحيح استاذ خير ان شاء الله، اذا صحيح باذن الله. زين انا شريط نعطيك باخر دقيقه اعزائي الطلبه واجب البنات تمثل الكميه المطلوبه واي من سلعه معينه وسعر الوحده الواحده منها اكس، والمطلوب معادله واي على اكس، اعطاني قيم لاكس اليوم ما يتعلق اعذرونا شويه الكادر الفني، هنا قيم اكس هنا قيم واي اللي اريده من عندك توجد لي وين، والمطلوب هو معادلة واي على اكس، اي بمعنى بخصوص الموضوع. وهذا بآلية نترك واجب لطلبتنا الاعزاء، وان شاء الله يكون جوابه بشكل مفصل وبشكل بسيط جدا. الكلمة الأخيرة لك أستاذ عبد الله. شكرا لك أستاذ محمد، وبهذا يكون قد أكملنا الفصل الرابع الإحصاء، وبه نكمل أكمل كتابكم في الصف الخامس الأدبي. تمنياتنا لكم بالنجاح الدائم لكم ولعوالكم. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا أستاذنا الغالي، وشكرا لجميع متابعينا الكرام وطلبتنا الأعزاء. ما ننسى أن نشكر الجنود المجهولين، جميع الكوادر الفنية خلف الكواليس، خلف الكاميرات، خلف الاستوديو الموجود. ملتقانا معكم إن شاء الله بدروس قادمة، إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.